بصي، القانون الأسرة بالذات هو القانون اللي بيخش كل بيت، سواء للطفل، للمرأة، للرجل، للشاب، للشابة. فإحنا في احتياج، إحنا عندنا قانون عف عليه الزمن زي ما بيقولوا، فلازم يستحدث مع ظروف المتغيرات المجتمعية اللي إحنا بنعيشها في الوقت الحالي. فإحنا فعلا في أشد الحاجة إلى قانون يناقش بشكل مستنير وبشكل واقعي المشاكل اللي بدأت تطفح على المجتمع المصري. أحيانا كتير جدا يبقى الناس محتاجة إنها تشوف بشكل واقعي او يتقال هي ديت سلسله المشاكل اللي موجوده عنها، وديت اللي حصل في الدراما المصريه الفتره اللي فاتت، بدات تطرح مشاكل واقعيه. وديت على فكره جزء بسيط جدا من المشاكل الواقعيه اللي موجوده فعلا بالفعل في المجتمع. احنا كمؤسسه قضايا المراه المصريه احنا بنتعرض او بيطرح علينا شتى القضايا اللي لا حد يتخيلها وتمس القانون الأحوال الشخصية، سواء خاصة بنفقة أو طلاق شفوي، والستات بتبقى تقعد سنين طويلة عشان تثبته، أو حالات عنف بيستخدم فيها للمرأة، أو إنها تتساب زي ما بيقولوا زي البيت الوقف، أو إن هي يتخطف أولادها وبتبقى يتحرم من الرؤية. حاجات كتير جدا 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 الستات بتعاني منها، ومع الأسف ما بتعرفش تثبتها. حتى لما بتاخد حكم ما بتبقاش عارفة تنفذه، سواء حكم دوت خاص بانها تاخد العفش بتاعها، او انها تاخد النفقة المجمدة بتاعتها، او تاخد النفقة بتاعتها. فهي بتعاني سنين طويلة جدا علشان تثبت هذه الحقوق، او انها علشان تحصل عليها. ففين احنا الدولة من الوقائع ديت؟ الحاجة التانية، الدولة مش محتاجة انها يتقال لها احنا عندنا كذا وكذا وكذا. ما هي محاكم الاسرة والمحاكم كتير جدا، ما هي بتطخ بالمشاكل المتنوعة والموجودة اللي بتتناقش، يعني مش منتظرين يعني. والحاجة التانية، في أصوات كتير جدا من النساء بتقولوا الحقونا، انقذونا، احنا بنعاني من مش عارفين نصرف على أولادنا، بيبقى فيه تعنت في الطلاق، في مشاكل كتير جدا جدا. فأن الأوان ان احنا نغير قانون الأحوال الشخصية، مش على فكرة للمرأة بس، هو قانون عادل للأسرة المصرية، قانون للرجل وللمرأة، وكمان من قبل ده كله هما للأطفال اللي هما بيتحملوا تبعيات العند والتعنت ما بين الزوج والأب والأم. مع الأسف في يعني هو بيتفتح باب، لأن الناس بتعاني اقتصاديا، والعبء الزواج في حد ذاته، الزواج في حد ذاته هو عبء اقتصادي للشاب والشابة وللأهل كمان لما بيجوا بيتم تزويج البنت أو الولد. فهم ما بيبقاش محتاجين تزويد عبء أكتر من الأعباء، وخاصة في الأزمة الاقتصادية اللي مصر بتعاني منها، وخاصة في الانهيارات اللي بتتم تغيرات يوم عن يوم، بتحس ان انت في أزمة اقتصادية ما بتقدرش تعملها. فالناس مش محتاجة كمان يتزاد عبء عن عبء عليها، وخاصة في التزويج. وده مع الأسف دي حاجة سلبية جدا، لأن الشباب والشابات بيجوا دلوقتي بيتم الجواز بسرعة علشان هم مش عايزين يتحملوا أي تكلفة. ده ممكن دوت يأثر عليهم، ممكن يكونوا لسه ما فيهوش بعض، ممكن يكونوا لسه محتاجين يعرفوا بعض، ودوت هيفتح كمان باب كتير جدا للزواج العرفي، للزواج الغير موثق. يعني احنا داخلين على مشاكل كبيرة جدا مع الأسف.